لدينا اتصال مع الشيخ محمد مختار المفتي للتحدث عن مناقب الفقيد الغالي المرحوم القاضي مصطفى المفتي الذي فقدناه يوم أمس إثر حادث مؤسف، صاحب برنامج مشورة المميز الذي كان في الدورة السابقة لإذاعة حياة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. معنا الآن على الخط فضيلة الدكتور المؤمن المسلم بقضاء الله تعالى وقدره دائما وأبدا الدكتور محمد مختار المفتي. من قوله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم يا أخي، يعني مصابنا واحد، عظم الله أجركم في أخينا الداعية والقاضي الشيخ مصطفى المفتي. شكر الله لكم يا أخي وبارك الله فيكم. أخي لا أريد أن أطيل عليك، أعرف أنك متألم جدا وأعرف أنني يعني ضغطت عليك كثيرا حتى تقبل أن تتكلم في مثل هذا الظرف وفي مثل هذا الوقت، وما زال الخبر يعني حديث عهد به. أخي الحبيب، يعني شيء من التعريف بمناقب الفقيد رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي أستاذ عدنان، يعني فجعت وفجعت العائلة وفجع الأصدقاء وفجع الإخوان برحيل شقيقي الداعية الشاب القاضي مصطفى المفتي. غاب عنا وهو في سن العطاء عن عمر يناهز 38 سنة. بالنسبة لسيرته العلمية، شقيقي المرحوم درس في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، نعم، وتخصص في الفقه وأصوله، نعم، وتخرج من الجامعة الأردنية سنة 1990. وهو شقيقي أصغر مني وقد زاملني في كلية الشريعة، إذ هو كان في السنة الأولى وأنا كنت في السنة الرابعة. ثم التحق المرحوم بسلك القضاء الشرعي عام 1992، وخدم في عدد من المحاكم الشرعية في عمان وصويلح وفي شميساني ومحكمة الحسين وماركة وعمان الغربية. وكان آخر عمل يعني تقلده كان رئيس لمحكمة الرصيفة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، شقيقي المرحوم الشيخ مصطفى رحمة الله عليه يعني قدم مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية المتميزة، نعم، كان آخرها برنامج آفات اللسان. نعم نعم، برنامج متميز لسان الجميع، وحاول فيه أن يغير السلوكيات الخاطئة أو الألفاظ غير الصحيحة. كما أذكر أنه قدم برنامج على الهواء في إذاعة حياة اف ام، نعم، الدورة البرامجية السابقة، نعم، بعنوان مشورة، نعم، والذي ركز فيه على القضايا الاجتماعية في مسألة الطلاق والزواج ومعوقات الزواج ومشاكل الطلاق بحكم تخصصه في القضاء الشرعي. وأعتقد أيضا أنه كان برنامج يعني ناجح. نعم نعم، بشهادة الجميع، بسبب، نعم، كثرة الاتصالات، صحيح، الشديدة من قبل المستمعين، صحيح. ولابد أخي الكريم أستاذ عدنان أنك تذكر أن فضيلة القاضي الشيخ مصطفى المفتي رحمة الله عليه شقيقي يعني كان خطيبا لامعا في المساجد، نعم، رحمه الله، وكان محاضرا في الجامعات الأردنية في مادة فقه الأحوال الشخصية، نعم. أيضا لابد أن أذكر بأنه درس أثناء فترة خدمته بالقضاء درس الماجستير، ولذلك هو يحمل ماجستير قانون ما شاء الله، إضافة إلى بكالوريوس في الفقه والتشريع ما شاء الله، فهو يجمع ما بين الفقه والقانون ما شاء الله. وبالمناسبة هو يعني رحمة الله عليه يعني يحضر في أطروحة الدكتوراه في تخصص القانون رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، وحصل على بحث الدكتوراه من ديوان الخدمة المدنية. وكان رحمة الله عليه يعني في يعني الأيام الماضية يجهز نفسه للتفرغ لنيل الدرجة العلمية الثالثة، درجة الدكتوراه، لكن عاجله القدر، قدر الله وما شاء فعل، والاعتراض على قدر الله تعالى. إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي أستاذ عدنان، يعني بالأمس يعني أثناء الدفن يعني ترددت عبارة على الألسنة من قبل أحبائه وأصدقائه: نحن نعزي أنفسنا. نعم، آه والله، يعني تكررت على ألسنة الكثيرين. كان أحبابه وأصدقائه يقولون لي مواسين: أنت فقدت أخا ونحن فقدنا أخا. يا الله،
توفي رحمه الله بالأمس وهو في طريقه إلى المحكمة إلى عمله. ولم الناس أخي عدنان لم يعلموا بوفاته إلا عن طريق الاتصالات الهاتفية. لا حول ولا قوة. يعني مش عن طريق إعلان، لسه ما نزلنا إعلان اليوم، يعني سينزل الإعلان في الجرائد المفروض. نعم. لكن عن طريق الاتصالات الهاتفية علمت الناس بالأمس، فتدفقت الناس من كل حد وصوب في جنازة مهيبة. أنا واحد من الناس اللي عرفت بعد الجنازة يعني للأسف. يعني هذا دلت على حب الأصدقاء والإخوان والأهل، وكان هذا فيه مواساة وتعزية لنا حقيقة. يعني أنا كنت أخي عدنان كلما أتماسك نفسي أرى والله أشخاصا وقت الدفن بالأمس يبكون بحرقة، فأبكي لبكائهم. أشخاص لا أعرفهم، يعني ليسوا من أقربائي وليسوا من معارفي، والله لا أعرفهم، أجدهم يبكون بحرقة فبكيت لبكائهم. هذا عزاؤنا والله. إن القلب يعني لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا مصطفى لمحزنون. بارك الله فيك. رحمه الله تعالى. يعني ترك أثرا يعني كبيرا. نعم. يعني كما قال الشاعر: قد غاب أناس وهم في الذكر أحياء. رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا قذف محبته في قلوب عباده. صحيح. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى أن يكرم نزوله وأن يوسع مدخله. آمين. وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وأن آمين. يؤاجرنا في مصيبتنا. آمين. وأن يخلفنا خيرا منها. آمين آمين يا رب العالمين. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. آمين. وهو نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الداعية. جزاك الله كل خير سيدي وأكرمك الله. الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طارت من عاشك في السماء سواعد وبكتك في الليل البهيم سواهد طارت من عاشك في السماء سواعد وبكتك في الليل البهيم سواهد والكل من وقع الفجيع ذاهل فترى الحليم مع الحيارى شارد والكل من وقع الفجيعة ذاهل فترى الحليم مع الحيارى شارد فترى الحليم مع الحيارى شارد فترى الحليم مع الحيارى شارد كالغيث إن تحلو بأرض تسقيها من بعد جدب فالعلوم روافد كالغيث إن تحلو بأرض تسقيها من بعد جدب فالعلوم روافد كم صخرة للشرك أنت حطمتها شهدت بذاك مجالس ومساجد كم صخرة للشرك أنت حطمتها
شهدت بذاك مجالس ومساجد شهدت بذاك مجالس ومساجد. أن أتقدم بالتهنئة لكل الأمة بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله تعالى حمدا كثيرا أن أحيانا فبلغنا رمضان، ونسأل الله تعالى أن يزيد في منه وكرمه علينا فيبارك لنا في أعمارنا حتى ندرك نهاية رمضان، وأن يكتبنا فيه من العتقاء من النيران بإذن الله تعالى. طبعا كانت يعني من أعظم الأماني للصحابة بل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أمنية كانوا يتمنونها هي أن يبلغ واحدهم شهر رمضان، ذلك لأنهم يعلمون ما فيه من الفضل وما فيه من الخير وما فيه من أمور كثيرة ليست في غيره من الشهور. ومن هنا كانوا يقولون لو أن الناس علموا الخير الذي في رمضان لتمنوا أن السنة كلها رمضان. الحمد لله الذي أحيانا فأدركنا شهر رمضان. الحج الذي يحرم فيه الناس يلبسون ملابس واحدة، يتجردون من كل مظاهر الدنيا حتى نتبين أن جميع الناس سواسية، حتى نتبين أن الله أكبر، أكبر من كل كبير، أكبر من كل عظيم، أكبر من كل أمر يمكن لنا أن نتصوره. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا دائما وأبدا أن نسعى وأن نبذل الجهد نحو أن يغفر لنا رب العالمين. فها هي الفرصة أمامنا، أيام العشر من ذي الحجة، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم أيام التشريق، كلها أيام مباركة، كلها أيام فاضلة، كلها أيام عظيمة. علينا أن نتسابق، نتسابق ليس على الدنيا، إنما أن نتسابق على ما عنده الله، وهو طبعا أعلم. ماذا يقول عبادي؟ قالوا يا رب، الملائكة يقولون إنهم يقولون إنهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول رب العالمين وهل رأوني؟ يقولون يا رب لم يروك. قال فكيف إذا رأوني؟ قال إذا رأوك فإنهم سيزدادون تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا. فيسأل رب العالمين وماذا يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قال لم يروها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو رأوها لازدادوا في العبادة وازدادوا حرصا عليها وازدادوا رغبة فيها. فيقول رب العالمين ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قال لم يروها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو رأوها لازدادوا فرارا منها وخوفا منها. عندئذ يقول رب العالمين لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نحن نستسهل، يعني تضيع أوقات كثيرة، أوقات سدى نضيعها بكلام لغو، بكلام فارغ، بكلام لا قيمة له. فعلى الأقل يعني أن يبقى هذا اللسان ذاكرا لرب العالمين، ذاكرا وليس ناسيا وليس غافلا وليس ساهيا. يعني هذه حماية الإنسان، أيضا حماية من النسيان. واذكر في القرآن واذكر ربك إذا نسيت. شيخ مصطفى في تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة يعني الصدق هو عنوان هذه الأمة أو شعار هذه الأمة، طالما أنني آمنت بالله سبحانه وتعالى فمعنى هذا أن أول عمل قمت به هو الصدق، أنني صدقت أن الله تعالى هو خالقي وأن الرسول هو نبي وأن القرآن هو دستوري. وتحت شعار الصدق تندرج جميع الأخلاق، فمن كان عنده الصدق بالإمكان أن تكون عنده جميع الأخلاق الطيبة، ومن انتفى عنه الصدق فقد سهل عليه أن يقوم بجميع المنكرات. الآن أسأل لازم أن أسأل، لا، أنت يجب أن تقوم بأي عمل بما يمليه عليك دينك وبما يمليه عليك إيمانك. أنا أكون صادق لأن ديني يفرض علي أن أكون صادقا. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني حتى الذي يخونك لا يجوز لك أن تقابل الخيانة بمثل. نفرح، نفرح في العيد، نفرح بماذا؟ نفرح بما قدمنا من طاعة لرب العالمين. فالمسلم كل أوقاته طاعة وكل أوقاته عبادة لرب العالمين، وحري بواحدنا إذا ما قدم طاعة لرب العالمين أن يفرح، أن يفرح لأنه سوف يلقى الله تعالى بإذن الله، وميزان حسناته يغلب على ميزان سيئاته بإذن الله. فبالنسبة للرضاع أو الرضاع يجوز بكسر الراء أو فتحها طبعا، نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قاعدة معمول بها في الأحكام الشرعية وفي القوانين الشرعية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تمام. هذه القاعدة. حسب السؤال يقول يعني أن الخاطب قد رضع من زوجة جد المخطوبة، جدها لأمها، نعم. أفضل طريقة لتقريب الصورة وحتى يفهم الناس كيف يكون التحريم بالرضاع، ننظر ابتداء إلى العلاقة بين الرضيع وبين المرضعة، نعم. ومن يمت للمرضعة بصلة، نعم. ليس للرضيع، العلاقة بين الرضيع وبين المرضعة ومن يمت لها بصلة. نأتي بهذا الشخص الذي رضع ونضعه في وسط هذه العائلة، في عائلة المرضعة، نعم. وكل ما ينطبق على أبناء المرضعة ينطبق على هذا الشخص. نعود إلى سؤالنا، نعم. رضع من زوجة جدها لأمها، نعم. إذن المرضعة أمه، زوج المرضعة أبوه، تمام. ابنة المرضعة أخته، نعم. حتى ولو كان أولاد زوج المرضعة من زوجة أخرى، نعم. لأن الزوجة هو صاحب اللبن. مسألة نغتنمها لنؤكد على أهمية الصلاة، فما أعظم إنسان إذا كان يصوم ويصلي. الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. لذلك من يصوم نقول له بارك الله فيك، ولكن عليك أيضا أن تلتزم بالصلاة، فالصلاة لها أجر عظيم، الصلاة هي أساس كل عمل. أما إذا قلنا له والله لا فيك ولا بصيامك، قد لا يصوم، إذن لا أصبح يصلي ولا يصبح يصوم، وكنا سببا في إبعاده عن الدين لا قدر الله. أو مثلا قد تكون بعض أخواتنا من اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، ولكنها تصلي وتصوم، تأتي من تقول لها والله لا فيك ولا في صلاتك ولا في صيامك، هذا لا يجوز. موجود في المجتمع من يقول هذا الكلام، هذا تنفير من الدين. نسأل الله تعالى لها الهداية، ولكل بناتنا ونسائنا ولزوجاتنا وإخواننا المزيد من الطاعة والمزيد من الإقبال على رب العالمين نحو الاستمرار في الطاعة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نتحدث في هذا اللقاء عن حالات الطلاق المتزايدة، وخاصة بين فئة الشباب. فضيلة القاضي الشرعي الشيخ مصطفى المفتي، أن نبين في بداية هذا اللقاء ونتحدث عن شرعية الطلاق ولماذا وجد الطلاق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أستاذ محمد، اسمح لي باسمي وباسم الأستاذ خليل أن نشارككم العزاء بفقيدكم ووالدكم، والذي نسأل الله تعالى له الرحمة ولكم من بعده حسن العزاء، ونقول لكم عظم الله أجركم. الله يبارك تعالى أن يعيد علينا رمضان في الأعوام القادمة،
أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون بدينهم متمسكون، ولكتاب ربهم حافظون، وعلى أعدائهم منتصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الإخوة والأخوات مع حديث الغروب، وقدمه لهذا اليوم فضيلة القاضي الشرعي مصطفى المفتي. إذا كنا في كل أسبوع وفي كل يوم وفي كل اثنين وفي كل خميس نحرم أنفسنا من المغفرة، إذا دخل علينا رمضان وأوشك أن ينتهي رمضان، ولا نزال نصر ويصر بعضنا أن يحرم نفسه من هذه المناسبات ومن مغفرة رب العالمين، فماذا ننتظر؟ وفي أي وقت نترجى أن يغفر الله لنا إن لم تكن المغفرة في رمضان؟ عباد الله، نحن في أيام مباركة، نحن في أيام عظيمة قل أن ندركها. رمضان القادم سيعود، ولكننا لا نضمن إن كنا معه في العام القادم سنعود أم لا نعود، لا ندري. كل واحد فينا معرض بين لحظة وأخرى أن تكون منيته ثم يندم، متى؟ ساعة لا ينفع الندم. الله تعالى يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك أيها الإخوة، علينا ألا تأخذنا العزة في الإثم، علينا أن نكون أكثر صفاء ونقاء مع الآخرين، علينا دوما أن نسعى إلى الهدف العظيم ألا وهو أن يغفر الله لنا. مشورة مع فضيلة الشيخ مصطفى المفتي يأتيكم على الهواء مباشرة. الزواج أيها الإخوة ليس ثوبا نخلعه متى أردنا، الزواج ليس لعبة نلعب بها ثم بعد أن نملها نقذف بها، الزواج ليس كتابا لم يعجبنا عنوانه فننبذه غير آسفين عليه، الزواج أيها الإخوة هو ميثاق غليظ عقده الله تعالى بين الزوجين من فوق سبع سماوات، فما من عقد أقدس منه. يا أيها الشيخ الجليل فراقكم ترك الجموع على نظى النيران، يا أيها شيخ الجليل فراقكم ترك الجموع على نظى النيران، ترك الجموع على نظى النيران. طارت بناشك
صواعق بالسماء سواعد ومكنك في الليل البهيم سواهد طارت من عاشك في السماء سواعد وبكتك في الليل البهيم سواهد والكل من وقع الفجيع ذاهل فترى الحليم مع الحيارى شارد والكل من وقع الفجيع ذاهل فترى الحليم مع الحيارى شارد فترى الحليم مع الحيارى شارد فترى الحليم مع الحيارى شارد كالغيث إن تحلو بأرض تسقيها من بعد جد فالعلوم روافد كالغيث إن تحلو بأرض تسقيها من بعد جد فالعلوم روافد كم صخرة للشرك أنت حطمتها شهدت بذاك مجالس ومساجد كم صخرة للشرك أنت حطمتها شهدت بذاك مجالس ومساجد وارحم إلى الحق شيخا عالما أخر نجم أو ثوى قمران وارحم إلى الحق شيخا عالما أخر نجم أو ثوى قمران. Oh.